انا حكيت مع ابنك امبارح، وهسه بحكي معك كمان مره بالفندق بنهريه، الامور كلها 100%، والبنت ان شاء الله اليوم بيصلوا لعندكم مشان ياخذوها على نهريه. اذا في عندك اي مشكله اتصلي فيي مشان مع الجبهه الداخليه ننسق السفر لنهريه. وبالنسبه لكم انتم في البيت مهم جدا، اذا ناقصكم شيء تتصلوا في البلديه. بعد فتره طويله من دون اصابات في مدينه طمره، يوم السبت سجلت اصابه لوكيل يعمل في احدى الشركات وبؤره الانتشار معروفه. كان عندنا شاب ايضا معروفه بؤره الانتشار، والفيروس انتقل لاخته. واليوم في عندنا كمان اصابه لشاب يعمل والبؤره معروفه. احنا بنصل لكل افراد العائله، لكل الناس اللي كان معهن اتصال المصاب بالفيروس حاليا، وبندخلهن على العزل المنزلي، واحنا بنكون باتصال يومي معهن. بالاضافه لذلك احنا بنعمل تقييم يومي مع اخواننا من الجبهه الداخليه ومع الشرطه. كلنا جميعا استطعنا بالعمل المشترك ان نمنع انتشار الفيروس، والحمد لله مدينة طمرة كان الوباء فيها مع 16 مصاب لما كان باقي القرى والمدن ولا مصاب. أنا بآمن بالعمل المشترك وبالمشاركة التامة، الحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع ونأمل أن نستمر بالسيطرة على الوضع. لأئمة المساجد اللي منكن لهم كل الاحترام والتقدير، كان دور هام جداً وموقف مشرف بدعم البلدية، أيضا الأطباء والممرضين وكل الذين يعملوا بالإسعاف الأولي. أنا أؤمن، لا أؤمن بالمخالفات، وإنما أؤمن بالثقة بالمؤسسات. وزارة الصحة تهتم بصحتنا جميعا، وعلينا الالتزام بتعليماتها. الغرامات ليس الحل، الالتزام هو الحل.